هذا أنا. خير إن شاء الله. شفيك؟ أبوك في شيء؟ هذا حبيب القلب. شو تقولين أنت؟ هذا موظف عندي يشتغل وقاعدين نرسم أنا ويان حضر لمعرض كبير. بس من أمس أنا ماني قادر أنام، قاعد أفكر أنت إيش قاعد تسوي؟ تبي تعيدين الكرة؟ تبي تطعنينا مرة ثانية؟ أنا خليكم. أنت منو قالتش الكلام هذا يا آنسة؟ من وين جايبة هالحكي؟ هذا اللي سمعته وأنا جاية أحذرك منه. سمعيني، ترى أنا مو نفس أبوي. إذا أبوي سامحك ويعديلك أغلاطك، لا أنا ما أسامحك. أنت مينونة؟ أكيد اللي قالك الكلام هذا يا حاقد يا حاسب. بعدين أنت ما تعرفين إن فيصل خطيب أختي زهرة وعن جريمة. المهم منو اللي قالك الحكي هذا؟ مو مهم منو اللي قال لي. سمعيني دانا، أنت عارفة إن حب أبوي لك دمر بيتنا وعفس حياتنا كلها، بس إن عدتيها مرة ثانية فعاد وقتها علي وعلى أعدائي. أنا ماني مسؤولة عن الكلام الغبي هذا اللي حاشين راسك فيه، وإذا تبين تعرفين واجهيني بالشخص اللي قال لك الكلام هذا. لازم تعرفين شيء واحد، أني أنا أحب نواف ولا يمكن أتركه، فاهمة؟ راشد، لو سمحت لازم نأجل موضوع الخطبة شوي. لا ردي ردي ردي، الله يخليك ردي ردي. ساعديني ساعديني، الله يخليك، لا تخليني ساعديني. شوف الحالة اللي وصلت لها، حرام عليك انت ولد ناس. ليش تسوي في عمرك كذي؟ افرض قبضوا عليك وانت في هالحالة وفي مكان مشبوه، متخيل فضيحتك وفضيحة خواتك؟ أنا قادر يا ابتفاعنا، راسي صاكني وماني قادر أفكر، تعبان. أنا دزت لي مسج تطلب مني تأجيل الخطبة، الحين ما ترد. معقولة؟ وليش تبي تأجلها؟ ظهر أن أمها درت بزواج أختي من نواف وينت على الكل. خلاص الحين ما في اي سبب احارب عشانه ولا في اي سبب اعيش علشانه. خلاص.